راجعيني يا هوا على دار الهوى على نار الهوى راجعيني يا هوا راجعيني يا زهر الدين مساكين راجعيني يا هوا على دار الهوى على نار الهوى راجعيني كل متابعي شاشة الإخبار السورية يلي دايما على الموعد مرافقتنا كل يوم الصبح على مدى ساعة وربع من الوقت. أكيد كل الرحمة لشهدائنا بالتفجيرات الإرهابية اللي كانت صباح يوم أمس والشفاء العاجل لجميع الجرحى. وأيضا بدنا نوجه المباركات لطلابنا اللي حصلوا على نتائج البكالوريا مبارح. نقول لهم ألف مبروك يا رب وإن شاء الله دايما تكونوا محققين أعلى المراتب والنجاحات. ولجيشنا المنتشر بالميدان كل التحية لكم والله يحميكم وينصركم يا رب. يسعد صباحك سالي. أكيد صباح الخير لك أريج وصباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية اللي هلأ عم يتابعونا. إن شاء الله نهار يحمل معه كل الأمل وإرادة الحياة رح تبقى بقلب كل واحد فينا رغم التفجيرات الإرهابية لضربة أمس، إلا أنه مستمرين الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى ولكل طالب عاش فرحة النجاح. إن شاء الله ألف مبروك وأكيد صباح النصر لكل جندي سوري. هو اليوم عنوان لبداية كل حلم وأمل جديد بحياتنا. ولنعرف شو محطاتنا ومين هن لضيوفنا فاصل ومنبدأ. سالي بداية صباحنا لليوم رح نتوقف عند مجموعة من المعلومات الغريبة يلي منتعرف عليها سوا بفقرة هل تعلم؟ معلومات كتيرة ممكن تمر بيومنا ومنحب نستذكرها ومعلومات بنجهلها ومنحب نتعرف عليها. هل تعلم أن الإفراط في استخدام الموبايل يؤدي إلى جفاف العين والتأثير على صحتها؟ وهل تعلم أنه لقياس ضغط الدم يجب عدم شرب القهوة قبل القياس للحصول على قياسات سليمة ودقيقة؟ وهل تعلم أيضاً أن التنفس العميق مرتين في اليوم بمعدل دقيقتين كل مرة يقوي جهاز المناعة ويحسن من صحتك النفسية ويخفف التوتر؟ وأخيراً هل تعلم أن الجلوس في وضعية واحدة لفترة طويلة من الزمن يستنزف الطاقة؟
يعني سالي بالفعل في معلومات كتير جديدة بنتعرف عليها يعني، بس في كتير دراسات كمان حول استخدام الموبايل تعرفنا عليها أنه بسبب جفاف للعين إذا صار في إفراط باستخدام الموبايل. وكمان في دراسة ذكرت ضمن صباحنا غير أنه استخدام الموبايل كمان بيأثر على العمود الفقري وعلى الرقبة. أريجة أكيد هذا الشيء، حتى نحن من كتر ما بنستخدم الموبايل ما بنحس بس بوجع بعيوننا، حتى الرقبة كمان. فاليوم بفقرة هل تعلم ضفنا شيء جديد. أما هلأ سالي لوين رح ننتقل؟ هلأ رح نروح لنبدأ جولتنا المنوعة حول العالم، ونبدأها من العاصمة الألمانية برلين، حيث لم تمنع الأمطار الغزيرة سكانها من التنقل بالدراجات وألواح التزلج في مشاهدة فريدة من نوعها. على العكس، وجدوا هاي الحالة فرصة مناسبة لنيل قسم كبير من المتعة. يعني يا أريج حلو التزلج برغم الأمطار وهيك، يعني ما منع العالم، بالعكس بيفتشوا على المغامرة رغم الظروف الطبيعية اللي بتمر هون. يعني الإرادة الحلوة والقوية يلي إنه رغم كل شيء الواحد بيقدر يبتكر شغلات مفيدة لإله ممكن تمضي له وقته. أكيد أريج. أما هلأ رح ننتقل لخبرنا التالي. واستودعيت الطوارئ بعد وقوع نحو 800 حادث نتيجة تعرض البنية التحتية للانهيارات، وأعلن رجال الإطفاء حالة الطوارئ بالعاصمة الألمانية، وتأثرت حركة المرور بشكل كبير مع إغلاق عدد من الطرق بسبب الفيضانات والأشجار جار المتساقطة. خلينا نتابع مع بعض. أريج اليوم مواضيعنا كلها عن الطبيعة وعن الأشجار وعن الأمطار، يعني ما بعرف هالشوبات نحن محتاجين لمطر ما أكيد. لأنه كتير درجة الحرارة عالية. هلأ رح نروح للرياضة وإلى أحدث الرياضات وأكثرها طرافة، هاي الرياضة اللي بدت باستقطاب المعجبين بكوريا الجنوبية، وهي ممارسة كرة القدم، ولكن ليس بالطريقة التقليدية وإنما بطريقة مبتكرة تجمع بين التكنولوجيا والمتعة. هالطائرات من دون طيار هي الرياضة الحديثة يلي بتتضمن كل مباراة فيها 3 أشواط وطول كل شوط 3 دقائق، وبضم فريق من 5 طائرات طول الملعب 20 متر وعرضه 10 أمتار وارتفاعه عن الأرض 5 أمتار. كمان حلوة هالرياضة، جديدة وغريبة من نوعها. أي أريجة، ويعني فيها كمان مغامرة، يعني كرة قدم بس ما أنا كرة قدم عادية، كرة قدم بطريقة تانية ما أنا مثل المألوف. أكيد أريج. وهلأ كمان راح نروح لأحدث الدراسات التي تعد الضوضاء من أهم مسببات الأمراض بعد التلوث البيئي، وقد تتجاوز مخاطر الضجيج ضعف حاسة السمع أو فقدانها بالكامل، وتأتي في مقدمتها الحفلات الصاخبة. أما حساسية تقبل الضجيج بتختلف من شخص لآخر. الأصوات العالية تسبب أيضا ضررا مؤقتا بالأذن، فيما تشير الدراسات أن التعرض المستمر للضوضاء بسبب أضرار نفسية وأمراض بالقلب واضطرابات بالنوم يلي ممكن تتطور إلى الإفراط بالوزن أو السكري. أريج يعني دايما بس نروح حفلات الصوت العالي هو بيكون طاغي، بترجعي بنطلع نحن من الحفلة ما عاد بنقدر نسمع شيء. فاليوم مثل ما تابعنا بفقرتنا المنوعة انه ممكن الضجيج او الصوت العالي يفقد السمع، يكون له تأثيرات أكيد. جانبية وسلبية من دون ما الشخص يشعر فيها. تمام، بيكون مبسوط ومستهج بس آخر شيء له مضرار. أما هلأ مشاهدين راح ننتقل لكل يوم بيسجل حدث جديد بحياتنا ممكن يكون فاصلة تحول، فشو الأحداث اللي كانت محور وتغيرت بعدها أشياء كتيرة؟ خلونا نتابع مع بعض. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1608 المستكشف الفرنسي سامويل دو شامبلان يؤسس مدينة كيبيك. عام 1819 الافتتاح الرسمي لأول صندوق توفير في الولايات المتحدة تحت اسم بنك المدخرات لنيويورك. عام 1886 المهندس والمخترع الألماني كارل بينز يتمكن من قيادة أول سيارة تعمل بمحرك بخاري من اختراعه.
عام 1928 أول بث تلفزيوني بالألوان في لندن، وفي عام 1948 تحرير العبيد في مستعمرة جزر الأنتل الدنماركية، وفي عام 2004 الافتتاح الرسمي لقطار الأنفاق في بانكوك بتايلاند. ومن أبرز الشخصيات التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1962 توم كروز ممثل أمريكي، وفي عام 1973 باتريك ويلسون ممثل أمريكي. ومن أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1986 أمين هنيدي ممثل مصري. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعات القادمة على أحداث بتغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. أريج، مثل كل يوم في عنا معلومات جديدة منتعمق فيها لنتعرف على تجربة إبداعية تركت بصمتها على مدى التاريخ. من هي شخصية اليوم؟ نتابع سوا. أمين الهنيدي ممثل مصري يعتبر من أشهر ممثلي الكوميديا المصريين. ولد في 1 تشرين الأول، والتحق بمدرسة شبرا الثانوية وانضم إلى الفرقة التمثيل. التحق بكلية الأداب واشترك في فريق التمثيل بالكلية، لكنه ترك كلية الأداب والتحق بكلية الحقوق، ثم قرر الالتحاق بالمعهد العالي للتربية الرياضية، وتخرج فيه عام 1949 وعين مدرسا للتربية الرياضية. في عام 1939 انضم أمين الهنيدي إلى فرقة نجيب الريحاني ومثل مسرحية واحدة. وفي عام 1954 سافر إلى السودان، وهناك التقى بالفنان محمد أحمد المصري الشهير بأبو لمعة، وكونا معا فرقة مسرحية بالنادي المصري بالخرطوم. بدايته الحقيقية بعد عودته إلى القاهرة ولقائه بالفنان عبد المنعم مدبولي والمؤلف يوسف عوف، فاشتركوا معا في برنامج إذاعي شهير ساعة لقلبك. التحق بعد ذلك بفرقة تحية كاريوكا، ثم مسرح التلفزيون، وله أكثر من 40 فيلم والعديد من المسرحيات. توفي الفنان أمين الهنيدي في 3 تموز من عام 1986 عن عمر ناهز 60 عاما، بعد ساعات من انتهائه تصوير فيلمه الأخير القطار، بعد صراع طويل مع المرض. وتم عرض الفيلم في شهر كانون الأول من نفس العام. سالي، لم يكن الإبداع السوري عبر التاريخ إلا بصمة مميزة ما بتشبه غيرها، وبجميع المجالات الحياة، وبمجال الروبوت كان كمان فرضت الفرق السورية بعدة مسابقات نفسها. أريجو كان آخرها بمسابقة أولمبياد الروبوت العالمي يلي أقيمت بالعاصمة الهندية نيودلهي، حيث حققوا المرتبتين الأولى والثانية في المسابقة المفتوحة للفئة المتوسطة، والثالثة في المسابقة النظامية للفئة العليا. واليوم جارية التحضيرات لمسابقة أولمبياد الروبوت العالمي، ومعنا المدرب طارق شيخ الشباب بالاستديو. يسعد صباحك طارق. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك طارق. بالبداية مبروك المرتبتين الثانية والثالثة اللي حصلتوا عليها، وهي مو المرة الأولى اللي بتحصلوا على مراتب بالمشاركات العالمية. خبرنا كيف التحضيرات هلأ الأطفال للمشاركة بهيك مسابقات؟ مسابقة الروبوتك هي مسابقة بدها تحضير كتير، يعني بدها برمجة، بدها جزء ميكانيك، وبدها كتير شغل. فعمليا نحن فرقنا خلينا نقول بنادي روبوتك بالجمعية المعلوماتية السورية صار عم تتحضر بحدود 5 أشهر، والبطولتنا الوطنية على المستوى الوطني حتكون بنهاية شهر 7 أو بداية شهر 8. في شوية أمور يتحدد التاريخ بشكل نهائي، وعلى أساس الفرق الأولية من كل فئة عمرية هي اللي بتطلع بتنافس بالبطولة العالمية. البطولة العالمية حتكون هاي السنة بكوستاريكا. كوستاريكا هي بين المكسيك والأرجنتين بالأمريكا الشمالية،
فحتكون منافسه كثير حلوه، حيكون في اكثر من 100 دوله عم تتنافس باولمبياد الروبوت العالمي، ونحن متاكدين يعني انه حنحقق نتائج، لانه حققنا نتائج بالهند. يعني كنا نحن رايحين على الهند خايفين انه نحن بدنا ننافس المانيا، بدنا ننافس فرق كوريا والصين واليابان وغيره. ايه نافسناهم على فكره وجبنا كؤوس وسبقناهم، فنحن كثير متحمسين انه بكوستاريكا حنجيب بس مراتب اعلى وكؤوس اكثر ان شاء الله. اكيد طارق ان شاء الله يا رب بتحققوا النجاح، ونحن بنتمنى لانه هذا فخر لنا. هلا بالمسابقه الاخيره بنيودلهي شارك 9 فرق، بكوستاريكا كم فرقه رح يشارك؟ كمان حيشارك 9، لانه بحق لكل بلد انه يشارك ب 9 فرق كماكس عدد مشاركه كممثل للبلد الواحد. طارق في شروط للمسابقه لحتى تشاركوا باي بلد كان؟ في شروط، خلينا نقول على الفئات العمريه، يعني مو معقول نحن صف طالب هو صف 11 او طلاب المدارس الثانويه تنافس طلاب جامعه. ففي شروط بالعمر هي المركز الاول. ثاني شيء في شروط بعدد الفرق، يعني مو معقول انه بلد مثلا عنده 5-6 فرق عم تتنافس انه يطلع فريق كامل يمثل البلد. فلا، في شروط معينه بحيث انه يكون في عندك اقل شيء 25 فريق من كل فئه عمريه ليطلع فريق واحد ينافس. طبعا اذا زاد عدد الفرق اكثر بحق له يشارك الفريق ب2 و3 فرق بالبطوله العالميه، بس حاليا نحن عم نشارك بالحد الادنى اللي هو 9 فرق. تمام طارق، كمان خلينا نحكي عن حجم المسؤولية. دائما بأي مسابقة بيكون فيها الشباب السوري بيكون في مثل ما قلت بالبداية، قلت لي في خوف يعني مسؤولية، يعني نحن بدنا ننجح. تحكي لي عن حجم المسؤولية اللي وقعت على عاتق المدربين. أهم شغلة هي الوقت، يعني حتى نقضي نحن على الخوف طبعاً أو خوف الفريق بحد ذاته، هو التحضيرات اللي نحن بنعطيها وقتها تماماً. يعني نحن بنقعد تحضير الفريق مو أقل من 4-6 شهور لا يجيب نتيجة ممكن. هلا في فرق بتشارك بشهرين 3، يعني ما بتكون نتيجة تبع مثل المحضر 6 شهور. فنحن هذا الدرس نحن تعلمناه من سنة روسيا، لأنه نحن مو أول مرة بنشارك بالبطولة العالمية، كمان ب 2015 شاركنا بروسيا، وكان فريق المعهد العالي للعلوم التطبيقية هو المرتبة الأولى عربيا، كفرق مشاركة، وبنفس الوقت المرتبة الرابعة على مستوى الدول. فالتحضير هو أهم نقطة بالوقت، خلينا نقول. فانه يكون الفريق عم يحضر برمجيا ميكانيكيا، يعمل بحث يشوف الافكار الثانيه، لانه عم نشتغل مع اعمار صغيره. تمام، يعني هذا الموضوع طارق فيه يمكن شويه صعوبه، يعني عمر صغير عم يتم تدريبه وتاهيله للمشاركات بمسابقات عالميه، يعني قديش هذا الشيء كمان فيه شويه صعوبه، يعني انتم عم تتحدوا العالم وعن طريق هالمسابقه باطفال. بالضبط، مشان هيك نحن في عندنا خطه كامله. يعني الولد بيجي بيسجل عنا بدورة، دورة مبتدئ ما له يعني ما له أي أساسيات، بدون أي أساسيات هو يبلش معنا من الصفر برمجيا وميكانيكيا. بس يخلص الدورة يكون في عنا بحدود 30 طالب بالدورة، نختار أفضل 5-7 طلاب. هدول السبع طلاب بنعملهم دورة تانية متقدمة، كمان بيختار منهم 3-4، يعني هي مثل عملية تصفية. بالضبط، لأنه لأنه احنا بحاجة لأن يكون عنا الفريق الواحد هو 3 أشخاص. فنحن يا بيكون عنا فريق، يعني يكون عندنا 5 فرق قوية أحسن ما يكون عندنا 40 فريق ما يكون عنده نتائج حلوة، فنحن هذا اللي بنركز عليه. طارق يعني كيف بتلاقي هالأهالي هيك في حماس لأنهم يسجلوا أطفالهم بالجمعية، يعني بيلاقوا أنه لازم يتطور المخ تبع الطفل، بيحسوا أنه يصير عندكم مثل مسؤولية أكبر، كيف بنلاقي الأهالي الإقبال؟ من دون دعم الاهالي على فكره وملحقتهم لاولادهم ما قدرنا يعني نوصل لهذا العدد. خلينا نقول نحن هلا عندنا 26 فريق باسم الجمعيه لحالها هي البطوله حيشارك فيها. لولا الاهالي هن داعمين الاولاد تبعهم، هن عم يشجعوهم وعم يبدوا نشاط الروبوتك عن اي نشاطات ثانيه، باعتبار انه نشاط الروبوتك هو اكثر من برمجه او ميكانيك، هو عباره عن تجربه، لانه حيشتغل مع فريق، حيشارك بمسابقه، هي المسابقه حيكون في لها نتيجه، حيكون في لها خلينا نقول جائزه، هل هي سفر او سواء كان انه مجرد ربح الكاس الاول ومشاركته بالبطوله العالميه كمان هو احد الجوائز تبعها. فالاهالي هن اللي بيساعدوا الاولاد على فكره، هن اللي بيحطون باول خطوه اذا كانوا كثير يعني هن مهتمين فيه. فمن دون الاهالي بصراحه ما كنا وصلنا لهذا. لكن طارق يمكن الرياضه بشكل عام والمواهب ان كان يعني ان كان بالرياضه او بالموسيقى او اي مواهب ثانيه ممكن الاهل يكون اقرب لهم اكثر انه يشجعوا اطفالهم عليها، لكن نشاط الروبوتك قديش مهم يمكن نشر ثقافه هالنشاط اكثر ويكون في مجال اوسع له وفي معرفه من قبل الاهل له. هلا هي الشغله يعني عم نحاول نعملها ضجه، يعني بنحاول كل سنه كل بطوله نعملها
ضجة على مستوى سوريا مو بس على مستوى دمشق، يعني عم نحكي عن محافظات حلب حمص. هاي السنة حيكون في عنا فرق من حلب، من حما، من حمص، من سويدا، من طرطوس، يعني تنتشر بكل المحافظات، انتشرت عمليا. بس خلينا نقول عن نطاق ضيق. السبب الأساسي لأنه معدات الروبوتك هي غالية بصراحة، يعني كتير غالية، وإلى معين يعني إلى مواد معينة ما فينا إحنا نتحرك فيها أو نعمل لها بديل وطني أو نشتري من أي طريقة تانية. فهي المشكلة الأساسية. فنحن نخاف إنه نعمل ضجة زيادة عن اللزوم، ما يكون في عنا المعدات المناسبة. فنحن عم نعمل في خطة تمام. يعني في إنه هي السنة حيكون عنا 90 فريق بالبطولة الوطنية، السنة القادمة حيكون في 110 إن شاء الله، اللي بعدها منوصل للـ200. ففي خطة أساسية لأنه حتى تقدري، خلينا نقول الجهات الخاصة مع الجهات العامة تقدر تتعامل مع بعض بهذا الموضوع تمام. لانه المعدات غاليه وبحاجه لدعم مادي بشكل او باخر، وهو بصراحه موجود بهي المرحله، موجود بطريقه كثير حلوه. يعني يا طارق، رغم ظروف الحرب اللي نحن عم نعيشها، رغم الازمه اللي محيطه بشبابنا حتى باطفالنا، نحن مستمرين عم نعمل مسابقات، عم نطور حالنا. يعني هذا الشيء قديش بيخلي جواتنا مثل دافع كتير كبير لنوصل رسالة لكل العالم انه نحن موجودين. واكيد عم نوصلها بمجرد ما نحن نفوت كوفد سوري. حقول لك شو صار معنا بهند، فتنا نحن هيك كوفد سوري يعني، والعالم ماشيين وكذا، العالم كله هونيك متفاجئة، حرفيا متفاجئة انه بيجي عندك واحد ولد ألماني انه اوكي انتو كيف عايشين، كيف اجيتوا، كيف كذا. يجي عندك اشخاص كبار، خلينا نقول مدربين من بلدان تانية، انه كيف عم تتدربوا، كيف الاوضاع عندكم، كيف كذا. فهنا بيتفاجئوا بكميه خلينا نقول الاصرار تبعنا والهدف اللي نحن بنحطه، غير النجاح يعني عريج، غير النجاح اللي عم يحققوه. نحن استضفنا اكثر من حدا بصباحنا غير وعاملين مسابقات، بيتفاجئوا برا انه معقول انتم لساتكم عم تعملوا مسابقات، انتم كيف قدرانين، كيف عم تبدعوا بهالظروف تمام. فهذا الشيء قديش نحن بنفتخر فيه يعني. اكيد نحن اللي بنفتخر فيه اكثر كمان، انه انتم عم تعيشوا الحاله، عم نعيش الحاله من بدايتها لنهايتها. يعني لما بلشنا تحضير، يعني هلا كوستاريكا بلشين لها تحضير، كوستاريكا حتكون بشهر 11 تقريبا. فالتحضيرات لكوستاريكا بلشت من السنه الماضيه وحتى هلا تحضيرات ل 2018 حتبلش هلا، لانه ما فيك تجيبي بس الاولاد بحاجه لمدربين. فانت لازم تبلشي تحضير المدربين من هلا ليصيروا بمرحله كثير عاليه، لتقدر تحطيهم مع تضيفيهم الاولاد يصيروا بشكل يعني فرق. في خطط للمدربين بالضبط. كمان للوصول لمراتب يقدروا يدربوا طلاب فيها ويحققوا نجاحات. طارق، هلا كل الاهل يلي ممكن هلا عم يتابعونا وحابين يسجلوا اولادهم بالجمعيه السوريه للمعلوماتيه، كيف فيهم ينطلقوا لعندكم، كيف فيهم يسجلوا اولادهم لحتى اكيد يوصلوا للمشاركات العالميه؟ اكيد نحن عندنا صفحه على الفيسبوك اسمها الاولمبياد العالمي للروبوت سوريا، فعن طريقه بيقدروا يتواصلوا معنا باي معلومات اللي لها علاقه بالاولمبياد روبوت، سواء كانت بغض النظر عن الجمعيه كمنظم دولي، خلينا نقول كمنظم محلي، فاي معلومات او اي استفسار عن الروبوت كيف، سواء كان بدمشق او غير المحافظات، عن طريق الصفحه. يعني طارق، بدنا كلمه اخيره منك لجميع الطلاب يلي رح يشاركوا بالمسابقه، واكيد نتمنى لهم النجاح، بس بدنا كلمه منك لهم. انا متاكد تماما انه احنا حنحقق نتائج بكوستاريكا، لانه احنا الوقت اللي ضوعناه او ما نقول الجهد اللي استثمرناه والخبره اللي اخذناها خلال السنوات الماضيه، فهي اكيد حتجيب نتائج. فنحن متاكدين 100% انه احنا حنجيب نتائج، وبقينا هالشهر ونص خلينا نقول وطنيا، وثلاث شهور للعالمية ان شاء الله. اكيد كل التوفيق لكم، وان شاء الله دائما بتحققوا نجاحات ومراتب اولى مثل ما تعودنا عليكم. كل التوفيق لكم، واكيد ناطرينكم بالجوائز اللي رح تجيبوها. اكيد ان شاء الله. نتشكر وجودك معنا طارق، وموفقين، وان شاء الله يا رب الله بيكتب لكم النجاح ان شاء الله. اكيد شكرا. هلا أريج رح نروح لرعاية الهيئة العامة لشؤون الأسرة والسكان، وبالشراكة مع فريق تطوعي أطلق مشروع سيار اليوم العالمي لأبناء الشمس. تفاصيل أكثر رصدتها كاميرا الإخبارية السورية برفق زميلتنا سلمى عودة. لأطفال نستهم الفرحة ولأطفال لم تتذكرهم سوى الشمس، شمس الطرقات. لهذا السبب أطلق مشروع سيار بالتعاون مع فرق تطوعية اليوم العالمي لأبناء الشمس، لتكون فعالية سنوية لتذكير المجتمع بهذه الفئات. مشروع سيار مهتم بأطفال المهمشين المعرضين للخطر يلي بضلوا بالطريق، حاولت أدمع فيها سيارة تضوي على هدول الأطفال المهمشين
لحتى قد ما فينا العالم تحاول يعني تعطف عليهم ولو بكلمة أو نظرة. السيار هو للصراحة ما عاد تطوع، هو صار قضية المتطوعين هن مآمنين فيها لحتى نحاول نوصل قد ما فينا هالفكرة للعالم. الهدف الصغير تبعه هو ترفيه وتنشيط الأولاد وأنه نعمل لهم هالألعاب البسيطة، بس الهدف الأبعد أنه نسلط الضوء على هدول الفئة المهمشة من العالم. النتيجة كتير واضحة وكتير عم نلاحظ فرق يعني على الأولاد، كل يوم عم يزيد عددهم، كل مالهم عم يكتروا، والأهم من هيك أنه نحن عندنا قسم تعليمي، فالولاد عم يجوا لعنا أميين، عم يطلعوا من عنا ملتحقين بمنهاج في أبا مع اليونيسيف، فهذا الشيء عم يأثر كثير عليهم. صمنا الوجه وكيفنا لعبنا وصمنا ورسمنا ورأسنا. شكرا. الفعالية انطلقت في عدة مراكز في دمشق وفي نفس التوقيت في عدة محافظات. كاميرا الإخبارية رصدت أجواء الفعالية من مساكن برزة إلى حديقة المدفع. الهدف الأساسي من الفعالية أنه نضوي على موضوع مشكلة عمالة الأطفال والتسول للأطفال المشردين والمهمشين. هلأ نحنا صدقا ما بدنا يكون هو بس نهار ترفيهي إلون وبعدين خلاص ينتهي الموضوع، نحنا بدنا عن جد نلاقي دعم حتى هدول الأطفال يعني بعد فترة يرجعوا على المدارس يتركوا موضوع التسول. ممكن مثلا يلتقى لهم منهاج خاص فيهم. هي مبادرة كتير مهمة لأنه هدول الأطفال هن جزء من المجتمع وهن بيقدروا يكونوا عناصر فعالة ببلدنا بس بشوية عناية وبشوية رعاية واهتمام من المجتمع الأهلي أو حتى من الجهات المعنية. فمن هذا المنطلق نحن لقينا من أهمية هاي المبادرة، نحن وجودنا صار ضروري فيها لأنه هي مبادرة مهمة بالحياة ونحن لقينا لنا دور أنه نتواجد. هلأ نحن اليوم نحن مشاركين بالحضور ولكن كل التجهيز والتحضيرات هي لبعض الفرق المشاركة واللي منها سيارة. أنشطة تفاعلية وترفيهية ربما استطاعت أن تلفت نظر المجتمع لشريحة من الأطفال ليلقوا اهتماما أكبر على طريق إيجاد الحلول لدعمهم ومد يد العون لهم. للإخبارية السورية من دمشق سلمى عودة. أما هلأ سالي رح نقوم بجولة على أهم الأخبار الثقافية لليوم، والبداية من لبنان حيث عرض فيلم رد القضاء للمخرج السوري نجدة إسماعيل أنزور في مسرح المدينة في بيروت بدعوة من مؤسسة الرعاية الصحية والاجتماعية، وهو يتناول قضية حصار سجن حلب المركزي الذي استمر عاما ونصف قبل أن يتمكن الجيش السوري من فك الحصار. تفاصيل أوفى بالتقرير التالي. تجسيدا للعمل الفني المعاصر وما يعكس من عزيمة وإرادة رجال الجيش العربي السوري في دحر الإرهاب بكافة أشكاله، وبدعوة من مؤسسة الرعاية الصحية والاجتماعية تم عرض فيلم رد القضاء للمخرج السوري نجدة إسماعيل أنزور في مسرح المدينة في بيروت. رد القضاء لأنه فيلم بيحكي قصة سوريا، بيحكي قصة وطننا وبلادنا، بيحكي قصة حقيقية عن معاناة شعبنا. فيلم رد القضاء حقيقة قيمته الفنية يمكن كبيرة لأنه قصة حقيقية، منه فيلم من نسج الخيال، هي قصة حقيقية تمثل الحرب اللي عم تتعرض لنا بلادنا والشيء اللي عم يتعرض له شعبنا من محاولة لإلغاء هويته ومحاولة لتفتيت وحدته واستقلاله. بالتالي هالفيلم بفرجينا كيف شعبنا صامد وكيف شعبنا مؤمن بالانتصار وكيف شعبنا مؤمن بقضيته. جاي أحضر الفيلم عشان سبب كتير بسيط، المعلومات اللي عم توصلنا عن سوريا معلومات مغمشة، معلومات نص معلومة، معلومات من وجهة نظر أكتريتها وجهة نظر كاذبة. فواجب علي أنا كشخص مؤمن بأرضي ومؤمن بشعبي أنه أجي وأحضر تعرف شوي عن الحقيقة اللي عم بتصير بحلب واللي بعده عم بيصير بكل بلادنا.
نحن جبنا فيلم رد القضاء على بيروت لأنه بيروت هي الشام والشام هي بيروت، ما بيفرقوا أبدا عن بعض. نحن مش بس منقاتل بالكلاشن ومش بس منقاتل بالسلاح، لا نحن كمان بنضوي على الموضوع الإنساني. نحن كمان عنا قضية وعنا رسالة بدنا نقولها، إنه قد ما طال الصبر وقد ما تحملنا من المصاعب رح نلاقي أعظم نصر بالتاريخ. هو الشيء اللي صار هو أكيد رح ينكتب بالتاريخ، رح يتسجل بسطور من ذهب، بس نحن بنعرف إنه ما في شيء بيتسجل إلا بالدم إلا بالتضحيات. نرجع نقول نحن جبناه على بيروت لحتى نقول إنه رسالتنا هي بتمتد من بيروت للشام، كل واحد هي رسالة ضد الإرهاب، ضد المجموعات التكفيرية، ضد المجموعات اللي بتحكي باسم الدين. فيلم رد القضاء يجسد ملحمة سجن حلب المركزي الذي استمر عاما ونصف العام، وصمود الجيش العربي السوري في وجه الإرهاب بكل بسالة. قصة صمود تجسدت في عمل ملحمي بامتياز يحكي عن بطولات أسطورية حققها ويحققها رجال الجيش العربي السوري. هلا رح ننتقل لأريج لمحافظة السويداء، حيث قام وزير الثقافة محمد الأحمد بجولة على أهم الصروح الثقافية بالمحافظة، والتقى بالوجوه الثقافية تشجيعا ودعما لنشر الثقافة وتقديم كل ما يلزم للنهوض بها. تفاصيل أوفى بالتقرير التالي. في إطار العمل الحكومي المكثف لتنشيط الحياة الثقافية وترميم وأصلاح الصروح الفنية والثقافية والحضارية والمحافظة على التراث السوري الحضاري، جاءت زيارة وزير الثقافة محمد الأحمد لمحافظة السويداء التي تضم عددا كبيرا من المواقع التاريخية والصروح الثقافية. الزيارة التي شارك فيها محافظ السويداء عامر العشي وأمين فرع السويداء لحزب البعث العربي الاشتراكي شملت صرح المجاهد سلطان باشا الأطرش القائد العام للثورة السورية الكبرى في بلدة القرية، ومتحف السويداء الذي يحتوي على آثار وشواهد تعود إلى الآلاف من السنين. كما زار الأحمد المركز الثقافي ومديرية الثقافة في المدينة والتقى بالوجوه الثقافية في المحافظة. محافظة السويداء هذه المحافظة العريقة المتجذرة في التاريخ التي قدمت للثقافة وللتاريخ وللنضال دروسا نستفيد منها اليوم وسنستفيد في الأيام المقبلة وفي الأجيال التي ستأتي من بعدنا. واجب وزارة الثقافة كبير، وهو مطلوب من الثقافة لا يطلب من علي. الثقافة كما أشير في أكثر من مناسبة فعل مستمر له بداية وليست له نهاية. محافظ السويداء أكد أهمية الزيارة من خلال الدعم الكبير الذي وعد به الوزير لدعم هذا القطاع الهام، وخصوصا في هذه المرحلة الراهنة. تم الالتقاء مع المشرفين على السرح والأخوة المواطنين بمضافة المجاهد الكبير سلطان باشا الأطرش، واستمع إلى المشرفين وبعض ملاحظاتهم حول السرح وحاجته إلى الترميم وبعض الاستكمالات، ووعد السيد الوزير بنقل هذه المطالب والعمل على حلها وتنفيذ ترميم كامل للصرح. كما تم زيارة المتحف في مدينة السويداء وتجول في أقسام المتحف واطلع على التراث الكبير لهذه المحافظة وتاريخها الذي يمتد عبر آلاف السنين من خلال المنحوتات والآثار الموجودة في هذا المتحف. في ظل الأزمة السورية، أن المسرح هو أعلى مؤشر ديمقراطي في العالم، ونحن في محافظة السويداء لدينا سنويا من 40 إلى 50 عرض مسرحي تقدم على مسارح السويداء. كان المطلب لماذا لا يكون هنا يوميا للأعمال المسرحية على مدار العام. في مواجهة الإرهاب يبرز البعد الثقافي والفكري والحضاري كعامل حاسم وأساسي في هذه المواجهة، ولا شك أن الاهتمام الحكومي بالثقافة يأتي في إطار المواجهة الشاملة مع الإرهاب الذي حاربه أبناء السويداء بالكلمة والثقافة
قبل السلاح. وإلى تونس ومهرجان الحمامات الذي يشهد 40 عرض فني يشمل الموسيقى والمسرح والسينما والرقص، حيث يعد هذا المهرجان في دورته 53 ثاني أعرق حدث فني صيفي في تونس بعد مهرجان قرطاج الدولي وللموسيقى والغناء النصيب الأكبر من حفلات الدورة الجديدة التي ستحييها مجموعة من المطربين التونسيين والعرب والأجانب. هلا أريج كمان راح نروح لخبرنا الأخير من حفل توزيع جوائز مهرجان موسكو السينمائي، حيث منح فيلم طير متوج وهو من إخراج الصيني ليان ديزاي جائزة القديس جواجريوت الذهبي الرئيسية في مهرجان موسكو السينمائي الدولي 39. وقال المخرج الصيني إن فيلمه مكرس لمشكلات البيئة وسبل حلها في الصين والعالم. أريجا هلا محطاتنا الثقافية لليوم بكل خبرياتها وصلت للختام، فاصل ومنتابع بقية فقراتنا الصباحية. يعني مثل ما بنعرف انه الكعب العالي يعد مظهر من مظاهر ومعايير الانوثه وما في المراه تستغني عنه، خصيصا بالمناسبات، وممكن كثير من النساء ما بيعرفوا انه في خطوره كثير كبيره للكعب العالي على صحه الجسم وتوازنه. أريجا أكيد يسبب الكعب العالي عدد من المشاكل سواء للقدمين والكعبين والظهر وتوازن العمود الفقري. رح نحكي عن أبرز هذه المشاكل والحلول مع الدكتور جهاد حاج إبراهيم أخصائي جراحة عظمية. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك دكتور. صباح يسعد صباحك دكتور. مثل ما ذكرنا بالمقدمة أنه الكعب العالي أكيد هو بيكمل أنوثة المرأة وبيعطيها إطلالة مختلفة، لكن اليوم أكيد كثير من النساء ما بيعرفوا مخاطر الكعب العالي. خلينا نتعرف عليها أكثر مع حضرتك بالبداية عن أهم المشاكل يلي بتسببها للقدم. الحقيقة الكعب العالي له سلبيات وله إيجابيات. الإيجابية هي بيعطي الحقيقة هو جمالية للإمرأة، ما له علاقة الطول أكيد، بيعطي جمالية للإمرأة وبيكمل يعني من تميمات الأنوثة. هلا من السلبيات الحقيقه الكعب العالي بتدرج من ال 5 سم لل7 لل9 احيانا لل12. الاسوء شيء هو كل ما ارتفع الكعب. الحقيقه هو موديل يعني قصه الكعب العالي هي من سنين، يعني من الاف السنين، 3500 سنه موجود حتى على ايام الفراعنه. المشاكل بتصير بالكعب العالي هي الحقيقه بتبلش من القدم، من الاصابع منتهين بالعمود الفقري. من الاصابع من تحت نحن بصير عندنا مشاكل، خاصه الكعب العالي بيجي من الامام ضيق، فبيبلش بالاصابع بصير عندنا نحن بعد تقاليل بروس الاصابع الاصابع الخامس والباهم. هلا الباهم عاده بصير عندنا نحن في شيء اسمه ابهام افحش، هلا هو عامل مساعد نحن بنسميها التبارز العظمي على الباهم على الاصبع الكبير للقدم. هو الحقيقة عامل مساعد، طبعا في أسباب وراثية، أسباب الأحذية الضيقة، ولكن هو من العامل المساعد على وجود الإبهام الأفحش. هلأ بننتقل بعدين للصفاق الأخمسي، راحة القدم. الحقيقة راحة القدم اللي بصير عندنا نحن وقت ترتفع العقب للأعلى بصير عندي شد على راحة القدم، على الصفاق براحة القدم، فبيسبب ألم. بنتقل لعنق القدم، ارتكاز وتر اشيل الكعب من الخلف. كثير من الاحيان بصير عندنا نحن نتيجه الرفع هذا بصير عندي تشنج وقصر في العضله للعضلات الربلي وحتى وتر اشيل. لذلك المريض يعني الشخص وقت بيلبس كعب لفتره زمنيه طويله وبيبدل بكعب واطي فبصير عنده الام في هالمنطقه هي. هلا تناوب الكعب العالي هو انه نحن اذا لبسنا الكعب العالي بفترات بسيطة، نحن في مناسبة، في هذا ما بيأثر، يعني ما راح تأثر ساعة أو ساعتين. أما اللي هو يعني
استعمال كعب العالي لفترات زمنية طويلة ومشي لمسافات طويلة، هذا اللي بيأثر. هلأ منيجي بعدين للركبة، اللي بصير نحن عنا الزاوية القائمة للجسم مع الأرض عندي 90، كل ما ارتفع كل ما صار عندي هجوم الجسم للأمام حتى يعوض، فبصير عندي عطف بالركبة. فمنلاحظ نحن اللي بيمشوا بكعب عالي بيمشوا شوية عطف بالركبة للأمام، خاصة كعب عالي طويل، خاصة إذا كان امرأة كمان طويلة، فبصير عندي بتلاقي هجوم للأمام. أنا في عندي 90 درجة، كل ما طلع بصير عندي بتقل الزاوية، بصير 55 75 كل ما قلت الزاوية، كل ما ارتفعت بتزيد الزاوية، بصير عندي بتقل الزاوية بصير 55، فبصير عندي هجوم للأمام بيعوض هالشي، هذا الهجوم للأمام بعطف الركبتين. بالمقابل العطف الركبتين بيسبب لي آلام، هذا بتيجي مع الوقت. كمان نطلع لفوق نحن بصير عندي هجوم للأمام بيعوض الإنسان، هالهجوم للأمام بيعوض حتى من السقوط بصير عندي عطف للخلف، فبصير عندي هالبزخ القطني في أسفل العمود الفقري، فبيسبب لي ألم كمان بأسفل العمود الفقري. نعم دكتور، خلينا نحكي عن مشاكل العمود الفقري اللي بيسببها ارتداء الكعب العالي، يعني قديش مثلا في ضرر للعمود الفقري وشو هي المضار تحديدا نحكي عنها تبع العمود الفقري؟ هلأ اللي عم يصير عندي أنا الحقيقة العمود الفقري له نحن الانحناء الطبيعي الفيزيولوجي تبعه، ونتيجة العطف للأمام وللشد وقت الإنسان حتى يعوض هالعطف للأمام، وقت بصير عندي أنا الكعب بصير عندي أنا تشنج شديد بالعمود الفقري، نحن مسويه تقوم مسمين نحن تقوم. هالتشنج هذا فبسبب إحنا نقاط القوة على العمود الفقري ما بتتوزع بشكل متساوي، بصير عندي تتوزع في مناطق معينة أسفل اللي هي يعني. أسفل الظهر نعم، اللي هي بالعادة ما بتتحمل هيك شغلة فبسبب آلام. هلأ أكثر مشاكل نحن بصير عندنا بالقطنية الخامسة مع العجوز، بالإضافة للمفصلين الحرقفيين. هلأ الألم يبدأ هناك، طبعا ممكن ينتشر الألم للأعلى وممكن ينتشر الألم للأسفل على الإليتين. هلأ الآلام اللي بتصير عند المريض تبدأ بشكل بسيط، استمرارية هالشيء هذا، استمرارية استعمال الكعب العالي والمشي والروح مع الوقت بتبين المشاكل. هلا مثل ما قلنا نحن في البداية أنه نحن إذا غيرنا، إذا نحن استعملنا الكعب العالي في مناسبات وفي طلعات هذا الحقيقة ما بيأثر، خلينا نكون نحن منصفين، لأنه كمان الست لا يمكن أنه يعني، وشيء جميل مثل ما قلت لك يمكن وقت تسمع كل هالمشاكل اللي ممكن يسببها الكعب العالي أكيد رح تقتنع بهالكلام وتخفف يمكن من ارتفاع الكعب، أو مثل ما ذكرت دكتور أنه يلبس بوقت المناسبة فقط. هلأ هو نحن ما نأخذ كعب العالي يعني، لأن نحن في عندك من 12 للتسعة للسبعة للخمسة، نحن حسب يعني الأجمل هو المعتدل هو ممكن بالتسعة تمام، يعني 12 كتير بصير عندي المشكلة بالزاوية مع الأرض، الجسم مع الأرض 90، كل ما نحن رفعنا العقب فلذلك انا بصير عندي هجم للامام اكثر، فهذا بده تعويض بالعمود الفقري. هي اكثر الالام هي العمود الفقري الحقيقه وعضلات الربله وتر اشيل، هون بصير الشد وبصير الضغط. يعني دكتور بس خلينا في كعوب الاجديد اريج، هي الكعب اللي بيكون مانه مفصول، بيكون موصول ببعضه بنفس الارتفاع، هذا مشاكله مثل مشاكل الكعب نفسها اللي يعني بسببها على العمود الفقري، بسببها هذا النوع من الأحذية اللي هلأ كتير دارج أن تكون هو كعب ولكن على مستوى واحد، ولا نفس الشيء المضار؟ هلأ المشكلة الحقيقة كمان نحن نسينا ننوه عليها، بيجينا الكعب اللي الرفيع اللي ارتكازه على الأرض بتلاقي، خاصة إذا المريض ماشي بطريق شوي ما له سوي، فبصير العقب يعني ما في عنده ثباتيه، المريض بيمشي او الست بتمشي بصير عدم توازن، بتلاقي تمشي خوف من انه يصير عندي شيء سقوط او شيء وسيع قدم، فهذا شيء. هلا الكعب العالي اللي بيجي العريض شوي بيجي اقل، ولكن اسمه كعب عالي، المنظر اللي عم نحكي عنه نحن هذا اسمه كعب عالي، ليس له علاقة إذا كان متصل مباشر أو غير مباشر، هو كعب عالي بالنهاية وبيسبب آلام عمود فقري. أكيد دكتور، يعني دكتور كمان في كتير من النساء ممكن ما في صبية إلا ما صارت معها لابسة كعب عالي ونلوت رجلة شوي، هون قديش ممكن يشكل خطورة أكبر الكعب العالي وقتها تلوي الرجل؟ الحقيقة نحن هذا موضوع رح ندخل فيه من كمان من المشاكل اللي هو وسع عنق القدم. وسع عنق القدم هي الحقيقة من المشاكل اللي احنا بنصائبها عند المرضى واللي بدها حل اسعافي،
يعني المريض صار عنده وسع عن القدم لا يكامر عليه مباشرة يتابعه. من نحن بنعطي المريض بيجينا نحن مرضى كتير على مشفى ابن النفيس عندهم وسع عن القدم بالشعب العظمية بيجي على العيادات. هذا سبب يعني تمزق ونفس تمزق نحن فلذلك بدنا نحن نلحق المريض في لا يقل عن 24 ساعة بتلج وبعض منا نحن ممكن المريض أحيانا نحتاج إلى جبس تماما إذا صار عندي الوزمة شديدة وصار عندي إزرقاق معناتها في عندي نزف نحن يعني ممكن يعتاز إلى جبس لمدة 20 يوم. فلذلك نحن يعني ما ناخذ الموضوع انه فكشه رجلي ايه بسيطه. الوسي هو اللي بيقيمه الطبيب انه قديش شدته قديش المشكله عند المريض الحل تبعه هل هو جبصين هل هو رباط يكفي. هذا الحقيقه احيانا بيجينا كمان المريض عنده كسر يعني انه بيجينا المريض انه صار عنده وسي بس يكون عنده كسر وما شعرت بألم دكتور. في خاصة المرضى اللي عندهم سكري المرضى اللي عندهم مشاكل عصبية فبيكون عندهم عتبة الألم أقل فما بتظهر عندهم عتبة الألم بكون عندهم كسر بتصير عندهم مضاعفات أكثر نتيجة يعني إهمال أو بتكون عند المريض يعني لا مبالاة. فلذلك نحن أي أذية بالقدم أي أذية حتى من بالأصابع يعني لازم نتابعها وبتكون نتائج جيدة خاصة إذا كان عندي أنا يعني في بداية أي مشكلة حل بيكون أسهل من ما أنت تتفاقم. تمام دكتور يعني في حالة أصيبت المرأة بمشكلة من جراء ارتداء الكعب العالي شو هي طرق علاجها من البداية يعني مثلا ممكن يكون أنه تتخلص من ارتداء الكعب العالي وبعدين بيجي العلاج خلينا نحكي عن تدرج العلاج. هلا أول شغلة نحن ما نستعمل كعب عالي بشكل مستمر يعني هلا نحن نعمل وقاية يعني نحن عندنا مناسبة الست عندها مناسبة ممكن تأخذ حذاء بتحضر مناسبة ساعة ساعتين بعد منه بتتخلص منه ممكن تلبس حذاء أقل ارتفاع. هلأ إذا صارت عندي مشكلة أنا بدي أشوف أنا وين المشكلة هل هي بقى بدي كمان تختار نوع الحذاء المريح يعني في كعوب عندي وفي أحذية ما هي مريحة يعني في كعوب بس تهتم بالشكل تمام يعني بيعطي المنظر جميل ولكن غير مريح يعني تختار كمان الحذاء المريح. الشيء الثاني هي أنه أنا أدارك وين عندي مشكلة وين في عندي ضغط على الأصبع وين عندي ضغط على الخلف العقب ممكن أنا أحط بلاستر بحيث أنه يخفف عندي ضغط على العقب وهذا الشيء بيحسن هالشيء هذا. هلأ الشيء الثاني بآلام الركبة إذا كان عندي آلام ممكن أنا أعالجها بمعالجة فيزيائية أوي عضلات الركبتين لأنه بصير عند المريض تشنجات هالمعالجة هي الفيزيائية وحتى العلاج الدوائي بيخفف كمان هذا الشيء. بننتقل للعمود الفقري. هلأ العمود الفقري الحقيقة مشكلته كبيرة مو بس نحن بالحاجة يا عزاء الحقيقة اللي أثبت أنه أفضل علاج للعمود الفقري هو السباحة يعني هذا موضوع طبعا نتيجة دراسات ونتيجة خبرات أفضل علاج للعمود الفقري السباحة. السباحة بتقوي العضلات. نحن في عنا قاعدة بالجراحة العظمية بتقول مفصل ضعيف عضلات ضعيفة كل شيء عندي أنا مجموعة عضلات حول المفصل ضعيفة بيؤدي إلى مفصل ضعيف كل ما عندي عضلات قوية حول المفصل فبيكون عندي مفصل قوي وهذا العلاقة يعني متناغمة وكل ما أنا نحن مشينا بهالطريقة هذا بيكون نتائج جيدة يعني. عضلات حول العمود الفقري بتكون قوية ما بتتقوى الحقيقة غير بالسباحة ما بتتقوى بنروح على الجيم ونحمي الأوزان لا خلينا شوي نكون صريحين. هلأ المشي لا شك أنه هي أفضل أنواع الرياضات هي المشي المشي مو نحن الدكتور أنا بروح بشغلي بمشي كتير لا هذا الحكي ما مقبول. نلبس بوت رياضة نلبس بيجامة ونمشي مسافات طويلة نمشي مسافات نص ساعة ربع ساعة نلبس هالطريقة هي منروح ومنرجع منلبس. أما أنا بالشغل يعني وقت الرياضة إلى وقته وقت الشغل يعني إحنا بالعمل اسمه جهد وقفة وطلعة وحركات يعني فلذلك هذا اسمه جهد أثناء العمل ما اسمه رياضة.
تمام دكتور، بما انه فتنا بمشاكل العمود الفقري واغلب النساء بيعانوا منها اكثر من الرجال، لانه كونه النساء هن بيوقفوا كثير بالمطبخ وبيشتغلوا كثير فالنساء بيعانوا منها، في موضوع الجنف، خلينا نحكي عن الجنف، هذا كثير منتشر هلا عند النساء، كمان علاجه للجنف بالسباحة، وفي طريقة تانية للنوم مثلا على لوح خشب، احيانا الدكتور بيطلب انه ما تنامي على الفرشة الكمفورت هيدا اللي بتنزل، انه تنامي شوي على شيء قاسي، هيدا المعلومات يعني لقديش فيها النساء الحقيقة بصير عندهم آلام العمود الفقري أكثر، هو سبب الولادات. أثناء الولادات في جسم بيحرر هرمون حتى الحوض يقدر يعني يرتخي مشان يخرج الطفل. هلا اللي بصير عندي انا بالعمود الفقري نتيجه المخاض هذا بصير عندي حركه بعض الاحيان بسيطه باسفل الفقرات النهائيه وطبعا بمفاصل الحوض كلها. هلا في مرضى عندهم يعني استعداد لهالشيء هذا، وفي مرضى ما عندهم استعداد. خلينا نكون نحن بالشيء التالي، خاصة بالحمل الأول بيكون عندي أنا أول شهرين ثلاثة بيكون في ألم، وبيكون عندي بالشهر الثامن التاسع في ألم. هلأ الألم الذي يستمر ما بعد الولادة هون بده متابعة. الألم ما بعد الولادة انتهى خلاص، كان في عندي مشكلة، كان في عندي أنا حمل، كان في عندي خلاص انتهينا منه. هلأ ما بعد الولادة إذا استمر هالألم ما بعد الولادة هذا بده متابعة. الألم اللي بصير عند المريض اللي بتفيق المريضة يبوسة صباحية، بتقلي المريض أنا دكتور في الصبحيات ظهري يبسان موجوع، هاليبوسة الصباحية اللي خلال 10 دقائق بعد 10 دقائق بصير عند الليونة، هذا مشكلته بسيطة. أما اللي بالألم اللي بتفيق المريض ومرتاح وبصير عنده الآلام ما بعد الحركة هذا اللي نحن بندور عليه. الوقفة لفترة زمنية طويلة، وقفت المريضة فترة زمنية طويلة بالمطبخ لازم على طول تكون في حركة، والعطف وتكون كمان الحنفية اللي حقيقة احنا شغلات بسيطة لكن بتأثر تماما. هل وضعية العطف، هل وضعية العطف أثناء الأداء العمل هذا، هل الانحناء هذا اللي عم يخلي على طول الظهر مشدود، الظهر منحني والعضلات شادة فيسبب ألم. كمان دكتور كنا عم نذكر ببداية صباحنا لليوم كمان الموبايل ممكن يأثر بشكل كتير كبير على الرقبة وعلى انحناء الظهر، يعني الشخص وقت يصير في إفراط لاستخدام الموبايل ممكن يضل حاني راسه وحاني فقرات رقبته. منيح نوهتي على الموضوع. هلأ في شيء اسمه تنازل موبايل، هيك اسمه تنازل موبايل، صار مرض تنازل موبايل عندي، منبلش من ايدين بيخدر. في شيء عندي انا الام بالمفاصل خاصة الباهم اللي هو عم يحرك العالم، وبيديني كمان ضغط على العصب الناصف. هي شغلتين. الشغلة الثالثة هو الرقبة. الحقيقة نتيجة الجلوس لفترات زمنية طويلة بهالوضعية العطف هي اللي المريض الحقيقة بيكون مسترسل ما له منتبه لفترة زمنية طويلة، فبسبب لي أنا ألم العمود الفقري، وهذا الحقيقة ببين بعد فترة التشنج العمود الفقري الرقبي. نحن كنا نقول أنه اللي بيجلس على الكمبيوتر لفترة زمنية طويلة بسبب لي مشكلة، هلأ نحن صارت الموبايل أصعب، صارت موضة قديمة يعني يا محلى الكمبيوتر، لأن الكمبيوتر قاعد ممكن يرفع. هلأ الموبايل عادة بدك تشتغل الموبايل بدك يعطف المريض، والمشكلة مو أنه نحن استعمل الموبايل 5 دقائق 10 دقائق انتهت القصة، في ساعات. وهذا اللي عم يجينا نحن المرضى، وخاصة يعني المشكلة أنه يبين عندك الألم بعد فترة. هل تسلسل العمود الرقبي الفقرات هي والضعف العضلات حول العمود الفقري حول العمود الرقبي عم يسبب لي هالآلام هي. يعني مواضيع كثيرة وأسباب كثيرة ممكن تأثر على العظام بجسم الإنسان، أهم ذكرناها بالبداية هي الكعب العالي، ومواضيع كثيرة رح نتعرف عليها مع حضرتك دكتور إن شاء الله بحلقات قادمة. شكرا كثير على هالمعلومات اللي أعطيتنا إياها اليوم. شكرا كثير، شكرا، يعطيكم العافية. نشكرك دكتور على هيدي المعلومات اللي قدمت لنا إياها والنصائح، إن شاء الله يا رب يكونوا استفادوا منها كل اللي عم يتابعنا هلا على شاشة الإخبارية السورية. بدنا نقول لك يسعد صباحك مرة ثانية ونتشكر وجودك. صباح الخير، شكرا كثير.
أما هلأ سالي رح ننتقل للشباب السوري يلي منذ بداية الحرب على بلادهم كان لهم بصمة واضحة بالوقوف إلى جانب وطنهم وكل متضرر بها الحرب. واليوم مؤسسة بصمة شباب سوريا كان لها وقفة جديدة هالمرة مع ذوي الشهداء ضمن فعالية حملة عنوان مهرجان الصيف الترفيهي بصمة وفاء. تفاصيل أكثر مع زميلتنا نيرمين عمار يلي تواجدت بالمكان. لأنهم ذوي الشهداء الأنبل والأكرم لم تتوانى الفعاليات والمهرجانات المكرمة لهم في سوريا، حيث أقامت مؤسسة بصمة شباب سوريا مهرجان الصيف الترفيهي في ريف دمشق حمل عنوان بصمة وفاء. نبادل الوفاء بالوفاء لهؤلاء، لعوائل الشهداء، للاهتمام بهم، لرعايتهم، للوقوف على حوائجهم، أطفالا، شيوخا، أبناء، أمهات. نحن اليوم كل دمعة زرفت من عين أم شهيد أو زوجة شهيد، هذه الدمعة هي حبات لؤلؤ على أعناقنا، هم تاج على رؤوسنا، لذلك ليس قليلا أن نرعاهم، أن نقف معهم، أن نتكرم بهم. مستقبلين اليوم 100 زوجة شهيد مع أبنائهم، عندنا 250 طفل. مهم جدا أنه تحسسي هذا الطفل أو تخرجي هذا الطفل من الجو اللي هو كان عايش فيه بالحرب والإرهاب والدمار والقتل. فكتير مهم أنه نحن بكل فترة نعمل من هاي مثل هاي الأجواء وهي المهرجانات، يمكن لنحاول قدر الإمكان نخلق جو من الفرح والبهجة وندخل الفرحة والسرور لقلب هذا الطفل. تخلل الفعالية عروض فنية راقصة ورياضية وإلقاء كلمات وتكريم لذوي الشهداء في منطقة الست زينب، إضافة إلى تكريم المتفوقين في الشهادة الإعدادية من أبناء المنطقة. أنا بحب سوريا، بتمنى رب العالمين يجيب لي بابا خير وسلامة. 9 من عائلتي من نفس العائلة، بس الحمد لله رب العالمين احنا صامدين وبإذن الله بدنا نرجع لأرضنا بإذن الله وبهمة الجيش العربي السوري. بشكر جميع من ساهم بهذا التكريم يعني، وخاصة بالنسبة للأطفال كتغيير جو إلون. بشكر بصمة شباب سوريا على أنه دعتنا على حضور الحفل التكريمي مشان تكريم شهدائنا، مبسوطين كثير الحمد لله يعني، أولاد مبسوطة. شباب سوريا المؤمنون بهويتهم كان لهم بصمة جديدة في رعاية وتكريم ذوي الشهداء تقديرا ووفاء لدمائهم الطاهرة. أريج هلأ رح ننقل لغرفة الأخبار لنتعرف على آخر الأخبار يلي عم تشهدها الساحة السياسية مع زميلتنا علا أبو خضر. يسعد صباحك يا علا. يسعد صباحك سالي وشكرا لك. مشاهدين نبقى مع موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم. وجهت وزارة الخارجية رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول اعتداءات التنظيمات الإرهابية على عدد من المناطق والأحياء السكنية في كل من دمشق ودرعا، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى من المدنيين. وزارة الخارجية أضافت أن التفجيرات الإرهابية جاءت كما جرت العادة قبل أيام عدة من انعقاد اجتماع أستنا واجتماع جنيف، وسبقتها التهديدات الأخيرة من قبل الإدارة الأمريكية بما في ذلك ادعاءاتها الكاذبة والمفبركة والغبية حول نوايا سوريا لاستخدام الأسلحة الكيميائية بغية تهيئة الظروف المواتية لمثل هذه الأعمال اللا أخلاقية. حذر مصدر عسكري ودبلوماسي روسي من أن إرهابيي تنظيم جبهة النصرة المدرج على قائمة مجلس الأمن الدولي للمنظمات الإرهابية يقومون بالتحضير لعمل استفزازي باستخدام غاز السارين في ريف إدلب. وقال المصدر في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية إنه وفق المعلومات التي تم الحصول عليها فإن أعمال التحضير لتنظيم عمل استفزازي باستخدام مادة السارين السامة تجري في موقع أحد المباني الصناعية ببلدة المغارة بمحافظة إدلب، ومن المتوقع وجود ذخائر في هذا المخزن تم تزويدها بهذه المادة السامة.
إلى العراق، حيث قتل 14 مدنيا عراقيا أغلبهم نساء وأطفال إثر تفجير إرهابي انتحاري استهدف مخيما للاجئين غرب مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار. وذكر المستشار الأمني لرئيس مجلس محافظة الأنبار أن 14 شخصا قتلوا أغلبهم أطفال ونساء وبينهم ضابط بالشرطة، وجرح 13 آخرون جراء تفجير إرهابي انتحاري بحزام ناسف استهدف مخيما للنازحين يبعد 60 كيلومترا غرب الرمادي. أعلن النظام السعودي وحلفائه من الدول المقاطعة لمشيخة قطر أن المهلة التي تم منحها لنظام الدوحة للرد على المطالب 13 التي قدمت إليها تم تمديدها 48 ساعة. وكانت أزمة غير مسبوقة قد اندلعت بين النظام السعودي وعدد من حلفائه من جهة ومشيخة قطر من جهة أخرى، أدت إلى فرض مقاطعة واقتصادية ضد قطر، وترافقت بحملة إعلامية شرسة تناولت فضح تورط نظامي الرياض والدوحة الذي يدعم الإرهاب. في خبرنا الأخير، تجمع آلاف المتظاهرين في مدينة هامبورغ الألمانية للاحتجاج على قمة مجموعة العشرين التي تعقد في المدينة الأسبوع المقبل بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الأولى. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المنظمين قولهم في تصريحات إن أكثر من 18 ألف شخص شاركوا في المظاهرة للمطالبة بسياسة أخرى واحترام البيئة. وأشارت الوكالة إلى أن المتظاهرين ساروا في شوارع المدينة خلف لافتة طالبت بتجارة دولية عادلة وإنقاذ المناخ وتعزيز الديمقراطية. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. عودة إليك سالي. شكرا لك زميلتنا أبو خضر، وأكيد مكملين بباقي فقراتنا الصباحية بصباحنا غير. يعني ساري، دايما الخجل يمكن هو أحد العوامل الطبيعية لتكوين شخصية الطفل، مثله مثل الشعور العادي بالخوف أو الحزن، وبشكل الخجل عقبة أمام الطفل إذا زاد عن الحد المعقول له ولم يتم علاجه بالطريقة الصحيحة، حيث إنه سيؤثر على حياته الاجتماعية وتكوين الصداقات سواء بالمدرسة أو بالمجتمع المحيط فيه. كمان ممكن تأثر على المستوى الأكاديمي، وهذا الشيء يمكن بيؤدي لتراجع بالمدرسة. أكيد يا أريج، والخجل عند الطفل هو الانطواء على النفس ورفض مشاركة من في عمره باللعب، أو عدم القدرة على الأخذ والعطاء مع أقرانه بالمحيط يلي بيعيش فيه، أو هو فقدان الثقة بالنفس والشعور بالنقص مع توقع الخطر والنقد الدائم له من قبل الآخرين. خلينا ننتقل عن ضيفتنا أخصائية علم النفس ريم سعد. يسعد صباحك. هلا، صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. يا هلا. يعني في كتير أطفال ممكن يكونوا خجلين يمكن، لكن بهالوقت وبهالجيل يمكن شوي خف الخجل عندهم، صار عندهم هيك إرادة قوية وانطلاق أكثر، لكن إمتى الأهل بيعرفوا أنه طفلهم عم يعاني من الخجل؟ تمام. هلا حكيتي شيء كثير ظريف ومفيد بالنسبه للمجموعه. نحن هلا متعودين غالبا عم نشوف اطفال هن اكثر جراءه، مو هن اكثر خجل. هي متصل حقيقه بين الجراءه الزايده اللي احنا يعني لها مسمى عام، واللي هي الخجل يعني عند الاطفال. وطبعا الافضل لطفل انه يكون بالمنتصف تماما، عنده شيء من تقدير ذاته بنسبه منيحه متفاعله مع اقرانه ولا مع بيئته المدرسيه ولا مع العيله، وعنده شيء ثاني انه هو محترم. هي اكثر من الخجل، هو طبيعه الاحترام والتواضع عند الطفل اللي انا بزرعه فيه من هو صغير، فهو هو توازن. توازن طبعا العيله بدها تساعد الطفل بانه هو يحقق هذا التوازن بين الجراءه الزايده حتى ما يكون مرفوض، والخجل الزائد اللي هو اللي رافض حاله ضمن المجموعه. يعني يا ريم، خلينا نحكي عن اسباب الخجل عند الطفل. شو هي الاسباب يلي الطفل، هل هي البيئه المتربى فيها، هل المحيط تبعه بيسبب له هذا النوع من الانطواء والخجل؟ تمام. هلا تربيه، في عنا عيال تربيه اذا في قمع اكثر من انه ممكن الولد. طبعا انا ما يعني انا رايي الشخصي الحريه الزايده للطفل هي اكيد ما أنا شيء صح، والكبت او القمع للطفل بانه كل شيء لا عيب وحرام، هي المفردات هي مو صح كثير تستخدم مع الطفل لعمر معين. يعني هي بكير عليه وهنا بيستخدموها بالطفوله المبكره عند الاطفال، عيب ما بصير، حرام، ساوي قوم اعمل، عود منيح. ففي بده يكون شوي توازن عند الاسره. وقت انا بدي ربي طفلي انه
أعرف أقرأ أكثر كيف لازم يكون تربيته بهي الفترة اللي بتكون شخصيته. هلا من أسباب الخجل هو طبعا تفاوت بالتربية بين الأب والأم، أو مثلا أحيانا أطفالنا هلا بسبب كثرة المشاغل عند الأهل عم يتربوا مثلا بيت جد، تمام، فبيكون في كبارية بيكون جملة كبيرة من الملاحظات بياخذها الطفل بأنه كيف يكون سلوكه. أو نحن عندنا شيء اسمه نقص تقدير ذات، الطفل دائما يقول له عادي شغلك مو حلو مو ظريف، لو عملت هيك كان أفضل، لو تصرفت هيك كان أفضل. توعية للطفل ونقده بدأ يكون إلى معايير، وبدأ يكون بدأ تكون بطريقة لطيفة ومدروسة، ما فيها تكون قامية على الطفل، ممكن سبب له الخجل. عدم الأمان أو العنف يلي بتوجه للأطفال، بقصد فيه بعدم الأمان، العيال بتكون شوي متفككة، العيال بيكون الأب سلطوي زيادة عن الحد المطلوب بتربية العيلة أو الأم، فهي بتخلي الولد دائما خجول. فنحن عندنا نمطين، يا بيكون طفل هو عنده جراءة زايدة بنمط هيك عيال، أو بيكون طفل خجول انسحابي، فكمان هي أحد العوامل الأساسية بأنه يكون الطفل خجول. لكن ريم، أمتى الأهل بيعرفوا أنه طفلنا عم يعاني من الخجل؟ يعني كيف تظهر أشكاله على الطفل؟ تمام، وقت أنا طفلي بشوف مبادرته ضعيفة، إن كان بمجموعات اللي بتخص العائلة أو حتى بالمدرسة، غالباً طبعاً المدرسة إلى دور كبير بهاي القصة، هي بتلاحظ أنه الطفل خجول لأنه بتراجع دراسياً، ممكن تكون علاماته على الورق هي علامات عالية، بس كل شيء بيخص الشفهي عنده أو المبادرات بداخل غرفة الصف اللي بتكون الشخصية ومنها الشخصية القيادية عند الطفل بتكون كتير ضعيفة. في مؤشرات، هاي المؤشرات هي بتخلي العيلة انه ليه ابني وقت بيفوت على مجتمع جديد او حتى على العيلة هو ما بيقوم مثلا بالسلام او بفتح موضوع بسيط مع حدا من الاقارب او حتى مع الاقران يلي هو قاعد بيناتهم. العيلة هم بلشت انه تشوف ليش انا طفلي هيك انسحابي، ليش طفلي وقت بيحكي مع انه عمره بيكون منيح بس اللغة والمفردات تكون عنده ضعيفة، مفروض انه لا ما بيقدر يعبر منيح، تمام ممكن. تمام، بيكون المفردات من شدة خجله الانفعال بيغلب المنطق، فوقت واحد الطفل وقت بينفعل بالخجل، الخجل هو انفعال، فالمنطقة اللي هو ممكن أنا بستخدم فيه اللغة واللغة المجردة حتكون ضعيفة، فما حتكون في شيء واضح على الساحة اللي بتكون فيها الاجتماعية أنا أو الفعالية اللي أنا وطفلي فيها. يعني يا ريم، هل في عمر معين بيبدأ الخجل بيترافق مع الطفل؟ في يعني في عمر معين محدد ولا الخجل ما له عمر؟ هلا غالبا بعد 3 سنين بنشوف الاعراض بشكل اوضح، يعني بعد عمر 3 سنين انا بشوف الاعراض بشكل اوضح. غالبا نحن بنتم يعني بيتم علاج الخجل وقت بينتبهوا الاهل بيكون طفل شوي، اذا بنسميه المرحله الابتدائيه فهو بيكون رابع وخامس، يعني بالمرحله اللي انا ببلش انه لا ابني ما انه مثل باقي الاقران، ان كان من مجموعته او بالعيله عندي وعند المراهقين. واحيانا بيكون في عنا نشتغل على شباب بالجامعة لأنه هن بصيروا هن بدهم يطلعوا من المشكلة، يعني هاي الفئة العمرية هي بتكون تطلع من المشكلة اللي هي الخجل لأنه بتسبب لها حرج اجتماعي بمجموعة أقران منيحة، يعني إذا كان بالجامعة أو حتى بالمرحلة الثانوية أو حتى بالطفولة المتأخرة. لكن ممكن يوصل الخجل ريم لحالة من الخطورة ممكن يشكلها على الطفل، مو بس أنه تتعلق بتكوين شخصيته؟ تمام، أنا بخاف يكون مضطهد طفلي ببيئته المدرسية أو حتى ممكن بالعائلة، أنا ممكن طفلي تعرض لنوع من أنواع ما يحكي نتيجة الخجل ونقص تقدير ذاته. طبعاً هي بالأخص الشيء اللي بتعلق بالتحرش هو كتير شيء خطر وخط أحمر، فأنا إذا بدي أقوي طفلي وخلي عنده هاي الشخصية بدي أكون حاطط ببالي أحد الأسباب يطلعوا منها هي هذا السبب الأساسي. يعني أحياناً المناقشة والحوار بين الأهل والطفل هي بتقوي له الشخصية، تمام. حتى بتخليه بطريقة ما يعترف بالاشياء اللي عم بتصير معه خارج بالمنزل، اللي هلا مثل حضرتك ذكرتيها انه احيانا الطفل بيخجل يحكي شو تعرض، مثلا ممكن يكون تعرض لتحرش، ممكن تعرض لخناقه قدام رفقاته، هذا الشيء بيأثر؟ تمام، اكيد بيأثر، لان نحن معود الاهل كمان حتى يعني بين الجرأة والخجل انه في متصل، انا بكون طفلي بالنص، كمان في انه انا احكي كل شيء، يعني علم طفلي انه يحكي لي، وهي كمان هي فيها مساعده من الاهل، نحن بنخبر الاهل انه انت وقت بدك طفلك يحكي لك اللي عم بصير معه بلشي انت من طفوله، وقت بيكون تمام انه انا صار معي هيك بالشغل، تعرضت لهذا الموقف، شو رايك بهذا الموضوع، وبنفس الوقت ما اعطي طفلي
كثير بحب اقول للاهالي انه التربيه الحديثه انه كل شيء ناقش طفلي فيه كله كله كمان هذا بصير عندي مشكله، الطفل بيخرج عن سلطه الاهل. ففي توازن بانه انا اعرف كيف احكي مع طفلي وكيف اسرد له شو بصير معي، فهو تدريجيا رح يبلش يحكي لي بالاشياء اللي عم بتصير معه وبكسب ثقته. تمام، واتوجهه بطريقه لطيفه لا فيها قصر شديد ولا فيها الميوعه او التساهل الشديد، انا بكسب طفلي وبكسب حياه امنه له. هلا عرفتينا عن اشكال الخجل واسباب الخجل، بنهايه حديثنا خلينا نتعرف اكثر ونصائح بتكون للاهل لحتى يمكن يطلعوا اولادهم من هالحاله اللي ممكن يصيبوا فيها وايضا يكون في لهم تقويه لشخصيتهم. تمام، هلا ابسط شيء انا ممكن احكي يعني عاده بالخاصه بدي ارفع تقدير الذات عن طفلي، غالبا انا بوجه الاهل لرياضات اللي هي ما عنيفه بس بنفس الوقت هي بتبني الثقه بالنفس، اللي هي التايكواندو او الجيدو او هدول القصص، الرياضات اللي بتعطي الطفل بتعلي تقديره، حتى احيانا جمباز شفنا كثير اطفال تجاوزوا مشاكل حقيقيه بالجمباز واخذوا بطولات. تمام، فهي النوع من الرياضات هي كثير بتقوي الثقه بالنفس عند الاطفال بشكل سليم بشكل ما انه عنيف. بالمقابل انا طفلي وقت بعطيه الاريحيه وقت بشجعه وقت يرسم رسمه وبعلق له اياها، وقت انا بعلق له صورته بالبيت وبمدحه قدام القرايبين او بمدحه بالعيله انه كثير كان طالع ظريف، وقت بمدح اعمال طفلي، بس طبعا احيانا الاهل بيقعوا بقصه انه بيمدحوا شيء الطفل ما عمله او موقف الطفل ما عمله، هذا الشيء ممنوع. هو بيستغرب. تمام، هو بيستغرب وبتعلم عفوا الكذب او بتعلم انه يعطي لنفسه صوره هو ما عنده، فلا انا بمدح اضعف شيء عن طفلي قدمه معي بمدحه، حتى لو كان هو ساعدني بحط صحن بمدحه فيه، بمدحه الشيء اللي عمله حقيقه. نعم، هي كثير شغلات طبعا الشكل الموسع، في عندنا شيء خجل مرضي اذا ما نحكي عنه، هي بصير عند مجموعات علاجيه انا دائما بشتغل فيها بالمسرح وبالمقالات وبهي القصص ضمن المجموعات، يعني هي بنشتغل عليها ضمن مجموعات مع العيله، فبتعطي كثير نتائج حلوه. يعني يا ريم بدنا نتشكر وجودك معنا، بدنا نتشكر النصائح والمعلومات اللي قدمتيها للاهل، ان شاء الله يكونوا استفادوا منها، واكيد رح نكون معك بمواضيع ثانيه ان شاء الله تكون تحقق الافاده المرجوه. ان شاء الله اكيد. شكرا كثير لك كريم، وكمان يعني بنحب ننصح كل الاهالي انه مو غلط يلجؤوا لاخصائيه تعليم نفس لحتى يعرفوا اكثر كيف بيقدروا يتعاملوا مع اولادهم. شكرا كثير وسعد صباحك. هلا اهلا وسهلا. يعني لهون سالي ومع كل هالمواضيع لليوم يلي حرصنا انه تكون محطه مهمه بحياتكم وفيها كثير من الفائده، بنكون وصلنا لختام مشوارنا الصباحي برفقتكم. اكيد موعدنا بيبقى بيتجدد كل يوم الساعه 9 الصبح، واكيد تبقوا بالف خير. أكيد أريج، هلأ بدنا نودع مشاهدينا ونتمنى لهم أكيد أنه نكون قدرنا عبر ساعة وربع أنه نقدم لهم كل الأشياء اللي بتفيدهم بحياتهم اليومية، ولكل حدا حابب يشاركنا بفكرة أو اقتراح أكيد شاركونا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. أكيد ما بننسى نترحم على شهدائنا شهداء سوريا، وبدنا نقول لكل جندي سوري الله يحميه، ونحن صامدين بوجودكم وبتضحياتكم. تبقوا بألف خير، وباي باي باي باي.